هلأ بقى بدك تقلي أنا بعرف أطبخ ولا لا؟ هاتي لشوف هاتي. شو؟ لا والله ما بقى شيء. عن جد؟ والله ما بقى شيء. لا ظريفة صحة وهنا. لك وين متعلمة الطبخ انتي؟ عندي رفقات بنات علموني كم طبخة من الشعلان، من الصالحية، من الأنوات. عندي كتير رفقات هنيك. أيوة. شوف يا بنت الناس، أنا هذا البيت ما بيناسبني حدا يفوت عليه، يعني ما بدي رجل غريبة، لا رفقات لا غير رفقات، لا تبعات الشعلان، لا صالحية لا غير الصالحية، الله يرضى عليك يا. يعني هذا بفوت عليه بس ضيف واحد ومخصص لإلي بس. منو هذا الضيف؟ خلاص هذا الضيف أنت ما بدك تعرفي عنه شيء أصلا. خلاص مثل ما بدك، مو لازم أعرف مو لازم. هلا هو لازم تعرفي بس أنا ما بدي أقول لك. أصلا عم فكر شو بدي ساوي لك طبخة على العشاء. بقى شو رأيك تبات عندي اليوم؟ شوفي نحن متفقين نومة بهذاك البيت، بالبيت الكبير مو هون. هلا نفوت بالعي الله يرضى عليكي، نحن متفقين وخالصين منا، صح العكي؟ صح، بس أنا والله عم اشتاق لك. نومة بهذاك البيت هون ما في. خلصنا بقى. خلص مثل ما بدك. ما شغل بالنا عليك، فكرنا رجعوا أخذوك. لا ما حد بيشغل معي، خالصين مني، شو ياخذوني؟ ما له شغل معي بنو. بس وينك؟ ابنك عصام راح يدوخ، ما بيعرف وين رحت، طلعت من الحرم قلت له. والله حبيبي الحالي ما اعطيته خبر. اي والله. ايش دي؟ نرجع لموضوعنا الاساسي الاساسي. شو؟ موضوع الزعامة. اشهد ان لا اله الا الله. اخي ابو حاتم من الاخير. شغلة الزعامة انا مالي فيها. مالي فيها. ولا بقى تلح علي بهالقصة، تركني منها الله يرضى عليك. ناس لا بدها زعيم ولا بدها غير زعيم، لسه عامل لي فيها زعيم وعقيد. والحارة لازمها، الحارة لازمها تعيش، لازمها تعيش. البلد مو لازمها زعيم، البلد عم تتغير كل يوم شكله لون عن اليوم اللي قبله. ناس تعيش ونساوي طالع طالع، ما رح يأبد يعني، وبده يطلع بالأخير. بكرة بده يشيل بالبلد قانون ودستور، والقانون والدستور هو الزعيم، وخلصنا بقى فضة يا عرب. الله يا ابو عصام كلامك مظبوط وكبير كتير وعلى راسي، بس قل لي لبين ما يطلع الفرنساوي ويصير في عنا قانون ودستور مثل ما عم تقول حضرتك، مين بده يدير امور الحاره؟ شرف قل لي لشوف مين. انا تعبان، انا تعبان يا ابو حاتم، عم اقول لك مالي فيها القصه، تبعت حالي. شوفني بتلبق له القصة عطوياها يا أخي وخلصونا. أنا حاجة دكاني على قدي يا أخي، صفي أنا بآخر عمري، خدمتك بلقمتك وخلصنا. الله يرضى عليك أبو حاتم. في ناس حاطين عينهم عليها القصة، وإذا بيصح لهم ياكلوها بأسنانهم ما رح يقصروا، أعطوهم إياها وخلصنا. وبتعرف أنت مين؟ أبو ظافر ما غيره. شلون؟ أبو ظافر؟ أبو عصام فوت خذ لنا طريق بدنا نفتش البيت. عشان شو بدك تفتش البيت؟ بدنا معتز. معتز ماله هون، بتعرف وين تلاقيه؟ بتلاقيه بكل قرنه الا هون. شو عرفني ما يكون جوا؟ الله يرضى عليك، من تمسكت فوت خدلنا طريق. شبك عم جوداد؟ ليش هيك عم تضيق على ابي؟ ستني عك انت، احسن ما اطرقك بدن فلا، خليك شهر ما تقول اتخذها. وكل الله وزين كلامك ابو جوداد، الله يرضى عليك. ها احكي منيح. طب عصام لا تاخذ وتعطي كثير، فوت خدلنا طريق، واذا ما فتوا اخذلنا طريق بتعرف شو انا شو ممكن اسويها. انا اللي بعرف على عيني كرم عيونك، من عيني هي بالهي حاخطر. مرحبا بجودة. هلا يا ابو ظافر. خير شو في؟ عم ندور على معتز. وهي فتشت كل البيت، ارتحى؟ لا ما ارتحى. شو صفي؟ صفي المطبخ. إيه لا ما حزرت. يا عصام مالك سمعانه يا بي؟ ما هذا شيء، صبي المطبخ على عيننا ابو جوده تكرم عينك، بس لو سمحت الحريم بدهم يطلعوا، كفوا ما غير. كفوا ما غير يا بي، روح كف. معتز وينه معتز؟ بالوادي. وينه؟
هذا ابو جبده في شيء براسه. لا تكلم، راح اعرف شو في براسه. ما في شيء سيدي. بسيط. عصام. ايوه. شرف معنا. ليش شرف معكم؟ مشان شو؟ هلا بالكركون بيعرف مشان شو. بس يا ابو جبده على نصتك، ما دخلك انت، خليك بحالك. لك ما بدنا نفهم ليش بدك تاخده؟ بس يرجع عبلك تسال ليش اخذناه. مستو. حاضر سيدي. هاتو. امرك سيدي. ما بتعرف لوين اخذته؟ لوين اخذته للزلمه؟ لك شديك، لك شديك. لا معلش معلش معلش، روح ابي، روح روح. خلاص روح انت، عم اقول لك حرك روح. فليت هيك بعرف الطريق، بعرف الطريق. لا تهكل هم ابو عصام، عندي ما عرفتو. حاضر سيدي. هذا الوضع عصام، بدي كل هالحالة الضبع يسمعوا صريخه. ايه امرك سيدي. روح. احترام ابو جودات. اهلين ابو ظافي. رضاي عليه خفلي على عصام، بضل هذا مثل اولادنا. انت بتمون بس متملك شايف، هذا الولد قليل ادب بده ترباي. شو ديتو؟ كلك مفهومي يا ابو ظفير. بحبح هون. ايه استوب، عمل له فلقه بس لا تشد له. بلا الفلقه، بلا الفلقه رستو، شدد ادم بس. هون شرب شرب. يلا يلا يا كريم. يا رب. اهلين وسهلين ابن عمي، الله يعطيك العافيه. هليك يا يعطيك العافية ويخلي لنا اياك. لك اهلين بست الحسن. ابن عمي شو جوعان، حط لك عشاء؟ اي والله جوعان، حطي الاكل. تكرم عيونك. شو شريفة؟ كأنه في بتمك حكي. يا بي انت بتعرف انه انا عم علم نسوان الحارة القراية والكتيبة؟ اي الله يرضى عليكي. وكان بدي اطلب منك انك تجيب لي لوح وحوار. هي هي كلها؟ هي هي كلها يا بي. اي مو على عيني، بكرة بيكون عندك احلى لوح واحلى حوار. يخلي لي اياك يا حق وما يحرمني منك الهي. الله يخليك يا رب. ويحميكي، انت اللي عم تعمليه بنرفع الراس فيه، واجدع الرجال ما بيقدروا يعملوه. لكن يابي مشان تعرف بنت ابو حاتم على سن نور. وعليكم السلام. والله يا ابو منذر قلبي من العجور منجور، بس شو بدنا نساوي؟ بدنا نتحمل. عمي عصام. اهلين عمي ابو حاتم. ايه بتطلع؟ مباري. مباري؟ ايه دري طلعني هذا ابو بطيخ. ايه شو بده؟ شو بيعرفني؟ لك حتى هدول السؤالين بده يسألني اياهم ما سألني اياهم. ايوه. ايه بس المهم عمي انه ابو ظافر هو اللي طلعني. لا ابو ظافر؟ ايه. ايوه. وين ابوك؟ طلع مشوار وراجع. بس يرجع على خليجي اللي عندي عاوزه. ايه تكرم عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحمد لله على السلامة يا عبدو. الله يسلمك يا شيخي ويخلينا اياك. الله يرضى عليك المرة الجاية. فتح لي عيونك اللي ورا راسك مو بس اللي قدامهم. ليش في عيون ورا راسك يا اخي؟ هلا الواحد بيشم ريحة اللي بيكرهه مثل ما بيشم ريحة اللي بيحبه. لك شو شايفني ديب قدامك انا؟ والله شخشبت لي عقلي. يا موسى شرفت. اهلين عبد الحمد على السلامة. الله يسلمك يا شيخ. اهلين شيخ فهمي. اهلين عصام. فوت شيخي فوت فوت، خلينا نحلق لك فوت. لا لا دخيلك، شعراتي هيك ماشي حالهم. بلا شيخي بلا. لك عصام شو العادة اللي عندك؟ ليش بتكرك علي؟ تعال 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 بارك فيك. هاي من المحبة شيخي. شرف شرف شرف. ترى على شو عم يرسم ابو ظافر؟ ايوه على الزعامة. ايه شو عليه؟ حق ابو ظافر يصير زعيم الحارة، ولازم عاونه كمان. وش كان صار؟ راح حطه تحت باطي وراح أعرف منه وين بلاقي مهدس، يعني معي شهر. بهذا الشهر لازم جيب مهدس من كل بيت. لازم أعمل شيء، لازم يا أبو جودات. يعني أنت ما بده مني إلا بخصوص هذا البيت، عرفت؟ عمي لا تأكلهم ولا يهمك. يعني فهمتني أنت، بتعرف ما بده حدا يدرى. الله يرضى عليك. يعني ما بنعي وجع راس، ما نرتاح بقى. والله الحق معك، يلي شفته أنت مو قليل. الحمد لله سيدي الحمد لله. إيه سيدي،
هات اشوف شو في اخبار. عمي بده يشوفك. ايوه شو بده؟ شو عاوز؟ يعني شو عاوزني؟ ما بعرف عمي، بس شوفت عينك من كتر الخلافات والانشقاقات اللي عم تصير بالكتلة، يعني بتوقع يكون عم يفكر بتكتل جديد او حزب جديد كمان. ولي علينا. اي والله مو ناقصنا لسه انشقاقات واختلافات وقصص ومشاكل. والله حاجتنا لك الفرنساوي ما في براسه غير التنسيق. بده يقسم، بده يشقف على البلد. يا حبيبي بتعرف شو التنسيق؟ انت اترى الحكي، انت اترى. يعني حكومه للعلويه وحكومه للدروز وحكومه للسنار. والله بعرف يا عمي، والله بعرف. خلص عمي، والله انا كمان بتشوفه. سلم لي عليه كثير السلام، قول له ان شاء الله هيك بس هالكم يوم خليني ارتاح شوي، ضعيف وراسي كثير. بنقعد بنحكي انا وياك وهو واللي بده اياه بصير. خلص عمي، صار. يا اهل المروه والعزه والكرامه والطيبه والنخوه والشرف والشهامه، ننسى الايام الصعبه وبالمحبه اللي بنشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين.